الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على أصحاب محمد، أولئك الذين آمنوا به وهاجروا إليه ومعه وهاجروا معه وجاهدوا معه وبعده حتى نشروا راية الحق والهدى وانقمع الشرك وظهر الإخلاص لله بالعبادة. فاللهم ارض عنهم وارضهم واجعلنا جميعا من محبهم الصادقين في ذلك المقتدين بهم انك على كل شيء قدير. وبعد، فالحديث اليوم يتعلق في الحديث الصحيح المحرج في الصحيحين وغيرهما والذي مر على اسماعنا، حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو الركن الأول من هذه الأركان الخمسة، وهو الركن الذي لا ينفع عمل أبدا إلا بتحقيقه، ومن لم يحققه لا ينفعه عمله. لا بد من الشهادة بأن الله لا إله إلا هو، لا يعبد أحد سواه، فهو المعبود بحق، ويشهد أن محمدا رسول الله المبلغ عن الله رسالة الحنيفية السمحة. فإن هذا الركن من أركان الإسلام لا يصح عمل إلا بأن يتوفر للعامل، فيحتاج المسلم أن يتعاهد نفسه في هذا الأمر، يؤمن أن الله هو الإله الحق وما سواه من آل فلا قيمة لها، هو الإله، يؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله هذه الرسالة، وأن أي عمل لا يصح إلا كان النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه، كما قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه لا يعتبر. هذا هو الركن الأول. الركن الثاني من أركان الإسلام الصلوات الخمس، والصلوات الخمس مع الزكاة لمالك مال هي الأركان الثلاثة التي يتحقق بها إذا وجدت الأمن والأمان للإنسان للمسلم. هذه الصلوات الخمس فرضها الله جل وعلا على نبيه محمد 50 صلاة، ثم ما زال يتراجع هو مع موسى عليه السلام في السماء في يوم الإسراء، حتى كلما مر على موسى قال له كم، فيخبره قال: ارجع إلى ربك فإن أمك لا تؤمن وإني رأيت من بني إسرائيل. فلما استقرت خمس قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لقد استحييت من ربي أن أرجع إليه. فنودي بأنها خمس عند الله، وهي عند الله 50. هذه الصلوات الخمس في هذه الأوقات: في الصباح صلاة الفجر فرضها الله ركعتين، صلاة الظهر فرضها الله للمقيم 4 ركعات وللمسافر ركعتين، صلاة العصر فرضها الله أيضا 4 ركعات للمقيم وهي ركعتان في السفر، صلاة المغرب 3 ركعات ولم يدخلها نقص ولا جمع ولا غيره ولا قصر، صلاة العشاء 4 ركعات للمقيم وركعتان للمسافر، وركعة الفجر ركعتان لم يدخلها قصر ولا شيء. هذه الصلوات الخمس. صلاة الفجر تبدأ عندما يتحقق ظهور الفجر،
ظهور الصبح الخيط الأبيض من الخيط الأسود يدخل وقت الفجر ويستمر وقتها إلى طلوع الشمس. ومن طلعت الشمس وهو لم يصليها لم يدرك وقتها، لكن عليه أن يفعل يقضيها. وأداء الصلاة في أوقاتها أفضل الأعمال. لما سئل النبي أي العمل أفضل، قال الصلاة لوقتها، يعني في أول وقتها الجائزة أداؤها. الظهر وهي تسمى عندهم الأولى، يعني الأولى في بياض النهار عندما تقف الشمس عن الاستعلاء وتبدأ من الانخفاض وهو اللي ما يسمى بالزوال، يدخل وقت الظهر ويستمر برهة من الوقت حتى يكون ظل الشخص بعد ظل الزوال مثل نفس الشمس، ويدخل وقت العصر ويستمر وقت العصر ما دامت الشمس بيضاء لم تصفر، فهذا وقت اختيار. وما بعده تؤدى، لكنه ليس كما تؤدى في أول الوقت في الأجر. ثم يدخل وقت المغرب بعد غروب الشمس وتحقق غروبها فتصلى الثلاث، ثم تستمر حتى يغيب الشفق الأحمر الذي يكون تابعا للشمس بعد غروبها في حدود مسافة ساعة ونصف على اختلاف المواطن في الكرة الأرضية. ثم يدخل وقت العشاء، يدخل وقت العشاء ويستمر. أفضل الأوقات كلها أول الوقت، إلا العشاء لمن كانوا جماعة واحدة لا يخلطهم أحد يحتاج إلى التقديم، فصلاتهم بعد مضي الثلث الأول من الليل. لكن لا بد من مراعاة حقوق الناس وحاجاتهم وانشغالهم إلى غير ذلك. هذه الأوقات الخمسة التي حفظ النبي صلى الله عليه وسلم أوقاتها يأمه جبريل فيها يوما في أول الوقت حتى انتهى، ثم اليوم الثاني الآخر في قرب أواخر الوقت، ثم قال له الصلاة بين هذين الوقتين. هذه الصلوات الخمس من حافظها وحافظ عليها وأداها كما ينبغي أن تؤدى كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، وكان على الله أن يدخله الجنة إذا كان في عقيدته مخلصا التوحيد لله. ثم يتبع هذه الصلوات المفروضة نوافل، لكن لا بد للصلاة أن يستعد لها بالطهارة، والطهارة من الجنابة الاغتسال الكامل ونية الوضوء. وأما في غير ذلك فهي الاستنجاء لمن قضى حاجة من السبيلين، وغسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين لإدخال المرفقين في كل غسلة، ومسح الرأس ابتداء من الناصية على فوق الجبين إلى مؤخرة الرأس، ويعاد الكفين تعاد الكفان إلى أن تصل المبدأ، ثم مسح الأذنين في داخلهما وظهرهما، ثم غسل القدمين، ويدخل الكعبان وفي ملتقى الساق تدخل في الغسل. وكلما كانت الغسلات ثلاث مرات من مضمضة واستنشاق وغسل وجه وغسل اليدين وغسل الرجلين، كلما كانت كل واحدة تغسل ثلاث مرات غسلا كاملا تاما. أما الرأس فمسح يبدأ من الناصية ويعود إليها مرة واحدة. فاحرص أيها المسلم إن كنت عرفت أو تعرف، وإن شاء الله الكثير يعرف ذلك، وإلا فاحرص على السؤال، فإن السؤال هو علاج الجهل والعي، فاحرص. ثم هذه الصلوات الخمس احرص على أن تؤديها في أول وقتها، إلا ما جاء من الشارع من تخفيف من تأجيل تخفيف الوقت تأجيله
كصلاة الظهر في أيام الحر الشديد، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أبردوا في الظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. ومعنى الإبراد ينتظر الواحد حتى تخف وطأة الحر نصف ساعة أكثر وأقل على حسب ظروف البلد التي هو فيها وشدة الحر المؤذي فيها. والعشاء إذا لم يكن في ذلك مضايقات للآخرين يؤخر حتى يمضي الثلث الأول من الليل. ومراعاة حال المأمومين والاهتمام في تيسير أمورهم والحرص على التخفيف عليهم أمر مطلوب شرعا، مطلوب من الأئمة الذين يأمون الناس. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين: إذا أم أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والمريض والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء إذا كان منفردا، أو كانوا جماعة يريدون أن يطيل القراءة فيهم فلا حرج. ثم احرص على أن تضبط كيفيتك في الصلاة، واستذكر معك باستمرار حديث المسيء في صلاته. ذلك الرجل الذي دخل على النبي في المسجد صلى الله عليه وسلم، فما كان من هذا الرجل إلا أن صلى ركعتين، فلما سلم جاء إلى النبي وسلم عليه، وقد سبق أن قرأته عليكم أكثر من مرة. فرد النبي عليه السلام، يعني قالوا عليكم السلام، إن كان قاله السلام عليكم ورحمة الله فالنبي لابد أن يقول مثلها، وإن كان قال بركاته لا يقصر عنه ذلك، فإن النبي إنما يرد في أكمل الأمور. فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هو عربي فهم أنه لم يصلي، رجع وسوك الأولى، ثم جاء فعامله النبي بنفس المعاملة الأولى، فرجع الرجل الثانية، ثم جاء منها فقال النبي: ارجع صلي. فلما قال الثالثة أو رابعة قال النبي، قال للنبي الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت للصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، إن كنت حافظا الفاتحة سيأتي حديث عنها، ثم اركع حتى تطمئن راكعة. لا يكون الواحد كأنه طائر يهوي ويرفع، لا، يطمئن في ركعه اطمئنانا تاما. قال: ثم ارفع، يعني قائما، حتى تعتدل قائما، لا تكن تخطف نفسك من القيام تهوي ساجدا، او بمجرد ما يقف ظهرك بعجله وانت نازل، لا، قف عندما ترفع. اولا الدخول لابد للانسان ان يقول الله اكبر، ولا تصح الصلاة إلا بهذا الافتتاح، فإن افتتاح الصلاة إنما هو بالتكبير، ثم يقرأ ما يتيسر الفاتحة وغيرها أو غيرها. والفاتحة واجبة في الصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي الحديث وهو في الصحيحين، وقال في الحديث الآخر وهو في الصحيح: أيما صلاة لم يقرأ في فاتحة تقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، والخداج الناقص. فاحرص على أن تكون متما صلاتك. فإذا رفعت، إذا كنت منفردا قل سمع الله لمن حمده، ولا بأس أن تقول ربنا ولك الحمد زيادة، وإن كنت مأموما قل ربنا ولك الحمد، وإذا كنت إماما قل سمع الله لمن حمده، لكن تقولهم بتثبت واطمئنان. فإذا وقفت وقوفا بينا لا يكون فيه اهتزاز واندفاعا للسرعة اهوي ساجدا. والنبي قال: لا يبرك أحدكم بروك البعير، والبعير إذا أراد أن يبرك يقدم نحره ووجهه هاويا، ويرتفع عجزه ومؤخرته عاليا. قال: لا تفعلوا هكذا، انزل بسكينة، لكن ذلك حسب الاستطاعة. قد يكون الواحد عاجزا لمرض أو آلاء وجع ظهر
أو غير ذلك أو شيخوخة، فالله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أما المنهيات فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. المنهي لا خيار لك فيه، نهيت فجنب، إلا عندما تكره تكون مضطرا، وإن لم تفعل تنال ما لا تستطيع دفعه، فهذا له أمر في حال الاضطرار، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وفي حال السجود إن كنت منفردا افرش كفيك على الأرض وارفع المرفق والجام فيه العوض عن الجنب، وجعل لو كان فيه بهمة صغيرة دخلت من تحت هذا المنعطف، ثم سبح ما قدر الله، ثم ارفع للجلوس من السجود حتى تطمئن ساجدا. هذه كلها حركات تقال في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، وإذا كانت الصلاة ثلاثية تقال في الثالثة، وإذا كانت رباعية تقال في الثالثة والرابعة، فاحرص على مراعاة ذلك. ثم الركوع مطلوب منك أن تقول فيه سبحان ربي العظيم، وأقل ما يمكن أن تقوله بتؤده مرة واحدة، وهذه أقل الواجبات، والأكمل ثلاث مرات تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وإن زدت فلا حرج. ثم سجود إذا وصلت الساعة تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم. يعظمون سلاطينهم وملوكهم إذا دخلوا عليهم ركعوا ركوعا، فحرم الله على المسلم أن يركع لغير الله. ثم شرع له أولئك يعظمون المخلوقين، شرع للمؤمن أن يقول سبحان ربي العظيم، لا أعظم من الله، لا أحد أعظم من الله، يكررها أقلها أقل الكمال ثلاث مرات، وإن زدت إلى خمس. النبي كان يقول مع سبحان ربي العظيم يضيف إلى يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول عائشة يتأول القرآن، يعني يتأول ما تضمنته سورة النصر إذا جاء نصر الله الفاتح إلى آخره، فسبح بحمد ربك واستغفره. كان في الركوع يقول يضيف إلى التسبيح يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وهو راكع. ثم لما يرفع يقول سمع الله لمن حمده، حسنا تقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. إذا قلتها أو زدت تكملات فلا حرج، أو وقفت على ربنا ولك الحمد صحة الصلاة. فاحرص على أن تكون بهذه الصلاة عند الجلوس. إذا كانت الصلاة ثنائية كالقصر أو صلاة الفجر فتجلس على قدمك اليسرى تفترشها وتنصب اليمنى إذا تيسر ذلك. وإذا كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية تجلس على التشهد المختصر في الركعتين، وفي الثالثة أو الرابعة أو الرابعة تجلس تتبرك، تكون جلستك على المقعدة مقعدتك على الأرض، وتنصب اليسرى اليمنى وتفرش اليسرى تخرجها من جنبك إذا تيسر ذلك لك ولم يشق عليك. فاحرص على تعاهد هذه الصور في الصلاة. وكلما كان الإنسان أكثر آتا من دون إسراف مع البعد عن الرياء، فإن بعض الناس يمكن يكفيه أن يصلي الركعتين بثلاث دقائق أو دقيقتين، وإذا رأى ناسا في المسجد صلى الركعتين بخمس دقائق أو عشر، ما زيد من العمل لينتبه لك الناس فهو عمل مردود عليك. فاحرص أيها المسلم، هذه أداء الفرائض. لكن من نام عن الصلاة يعني بذل الوسع لكن لم يستيقظ،
أو نسي، قد يحصل ذلك أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. والله يعلم الناسي أو النائم ممن يكون غير ذلك، والله لا يخادع، فاحرص أيها المسلم. ثم احرص على أن تكثر من التسبيح والتأثير. النبي قال عن الركوع: أما الركوع فعظموا فيه ربكم، وأما السجود فألحوا فيه بالدعاء. فمن يعني حري، فقامن أن يستجاب لكم. احرص إذا أردت أن تؤدي الصلاة أن تستذكر تحب أن تطلب من الله جل وعلا أن يقضيه، واحرص أن يكون أهم الأمور عليك النجاة من النار ودخول الجنة. فقد قال الله في كتابه: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز. ليس الفوز أن يكون أن تكون ذا جاه في الدنيا أو ذا مال أو ذا قصب ونشب وغير ذلك. لا حرج فيما أباحه الله لك، ولكن الفوز الحقيقي أن يفوز المرء بأسباب دخول الجنة وأسباب النجاة من النار كما ذكر الله. ثم احرص أيها المسلم هذه الفرائض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة. كيف إقامتها؟ أن تؤدى في أوقاتها على الصفة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى بالناس مجتمعين من الهجرة إلى وفاته، يصلي معه عدد، تارة يكثرون ويكونون بالعشرات أو بالمئات، وتارة دون ذلك. وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن فضل الله علينا ورحمته أن كيفيات حالاته في صلواته كلها وفي مجالسه وفي أنسه وراحة باله وفي جلوسه وأصحابه ومحادثتهم له ومحادثته لهم، كل ذلك مثبت ولله الحمد في كتب علماء الإسلام الذين هيأهم الله جل وعلا، فتعقبوا ما يروى عن النبي وتثبتوا فيه، فألفت في ذلك الكتب التي أهمها بعد القرآن الكريم كتابا الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم، ثم يأتي بعد ذلك ما كان قريب منه. فاحرص أيها المسلم على أن تعرف بقدر المستطاع كيف تؤدي صلاتك. ثم اجتهد أيضا في الصلاة، فإن الإسراع فيها والاندفاع من شأنها أن يشغل القلب عن التفكير في الموقف. اعلم أنك وأنت تؤدي هذه العبادة أنك تناجي أرحم الراحمين، تناجي من بيده الخير كله، تناجي من لا يدفع الشر سواه. فأحسن الأدب مع الله، أحسن استحضار قلبك في هذه العبادة. اعرف لو تناجي ملكا من الملوك أو رئيسا من الرؤساء أو ثريا من الأثرياء، وجدت نفسك تحتاج إلى أن تضبط أمورك وتعتني حتى لا يخرج منك كلام غير لائق في موقفك ذلك. لا موقف أشرف من وقوفك بين يدي الله تناجيه. ثم أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم روى عن ربه جل وعلا فيما يتعلق بالفاتحة أن الله يقول إذا قال العبد بقراءة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، لأن المالك هو الملك الذي بيده الأمور كلها، قال الله: مجدني عبدي. انظر إلى هذه الصفات الثلاث عظيمة، استحضرها في صلاتك. هل أنت مؤدب تثني على الله وتحمده وتذكر الثناء عليه وتمجده؟ ثم قال بعد ذلك: إياك نعبد وإياك نستعين. قال:
هذا بيني وبين عبدي، إن صدق في عبادته لي فجزاؤه عندي، وإن تكون الأخرى فالله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، هو يعلم السر وأخفى. اجتهد أيها المسلم واحرص في أداء هذه الفرض أن تستشعر موقفك وكيف وقوفك، كن على غاية من الأدب حسب استطاعتك، ثم إياك أن تبصق أمامك وأنت في الصلاة بنخامة أو تمض أنفك بأشياء تخرج ما فيه مستقبل القبلة، لا، كن غاية في الأدب. أنت لو وقفت بين يدي ملك من الملوك أو رئيس من رؤس الدنيا أو ثري من الأثرياء تريد منه فائدة لكنت مستشعرا كمال الهيئة، فاحرص في موقفك. وقد قال الله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، احرص أن تحرص على أن تأخذ زينتك، وأقلها أن يكون الستر الكامل وأنت تؤدي هذه الصلاة. هذه الصلوات الخمس هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، هي عمود دين الإسلام، وإذا أخل بهذا العمود تصدع البناء وضاعت الأمور. وكما أشرت سابقا إذا دعوت ودعوت فلم تستر إجابة ففتش عن نفسك، قد لا تكون أديت الصلاة كما ينبغي، أو قد لا تكون تهيأت لها كما ينبغي أن يكون التهيؤ، كن متفقدا لأحوالك، ناظرا في أمورك، مجتهدا في النظر في وضعك وما أردت أن تستقبل الله به في حالك، ثم عندما دخلت بها في أي وضع صرت فإن الإنسان قد يصلي وليس معه قلب، قلبه يمرح يمنة ويسرة، فلا تدري هل قرأ الإمام ولا، لا تدري هل ركع أو لا، لا تدري كم صلى الإمام لا. عود نفسك أن تنضبط تماما وأن تضبط وتستدرك حفظ كل ما يدور حولك، حتى لو سهى الإمام تكون أنت أحد المسبحين لتنبيهه إذا كنت قريبا منه. هذه الصلاة يا عباد الله هي عمود هذا الدين، والذي يحافظ عليها صدقا بالصفة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتغي بذلك ثواب الله، فإن الله يحفظه ويهيئ له أمره. أما إن حفظ أداها فأحسن ما يكون، وهو إنما يريد أن يقول الناس هذا تقي وهذا ما شاء الله محافظ وهذا كيف أدى الصلاة بهذه الصفة، وهذا هو الهدف، يدخل معه في هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إن كانت نيته أن يستجلب ثناء الناس وتنجيدهم له وإعجابهم به فليس له من ذلك إلا هذا، وإن كان لا فصل لربك وانحر، الصلاة لله، فاحرص أن تكون مراعيا هذه الأمور. ثم اعلم أن الصلاة تحتاج إلى أمور أخرى، والناس لا يكون كل واحد منهم قد أدى الصلاة من جميع الوجوه على أكمل الأوضاع، لو أداها على أكمل الأوضاع من كل الوجوه لاستجيب دعاؤه ولتيسرت أموره ولن يحجب عنه إلا الشيء الذي كتب الله أن لا يناله، الذي كتب الله أنه لا يناله ابن آدم لن يصله، فإن الأقلام جفت والصحف طويت لا يزاد فيها شيء، وإنما يجتهد الإنسان ويطلب من ربه. فيه نوافل، من هذه النوافل ما يسمى بالرواتب التي تصلى قبل الصلوات الخمس أو بعدها أو قبلها وبعدها، والتي فيه نوافل قبل الصلاة وبعدها الظهر، فإن فيها ركعتين قبل صلاة الظهر بعد دخول الوقت، وركعتين بعد صلاة الظهر أيضا، وفي رواية أخرى وهي في الصحيح أيضا فهي 4 ركعات للظهر، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها.
في ركعتان بعد المغرب، في ركعتان بعد العشاء، في ركعتان قبل الفجر. مجموع هذه الركعات إما 10 والحديث في الصحيح، وإما 12 ركعة. وفي الحديث الصحيح من صلى حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. هل فينا أحد ما يحب أن يبني الله له بيتا في الجنة؟ إذن حافظوا عليها واجتهدوا بدون إطالة تملكم، لكن بدون تخفيف لا تضبطون التسبيح والتهليل فيه. ثم في التشهد في الرباعية أو الثلاثية أو الثنائية التي يسلم بعدها، لابد أن يستحضر المصلي أن يقرأ التحيات التي فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الصلاة على النبي في الفريضة ركن من أركان الصلاة، الصلوات الخمس. وعب اختصار شيخ الإسلام محمد بن الوهاب ذكرها 14 ركنا في رسالة صغيرة في مؤلفاته، التي منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها التسليمتان على اليمين والشمال في انتهاء الصلاة. فاحرص أن تؤدي الصلاة على أجوه الكمالات لتفوز إن شاء الله بخير كثير، تدفع عن الشر ويدفع عنك الشر، تدفع للخير ويقبل عليك الخير إلى غير ذلك. هذه 12 ركعة هي 4 قبل الظهر وركعتان بعدها، هذه 6، وركعتان بعد المغرب هذه 8، وركعتان بعد العشاء هذه 10، وركعتان قبل الفجر هذه 12. وإذا كانت 10 كما هو في الحديث الآخر وكلها في الصحيح، فهي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها والبقية كمل، فلا حرج في ذلك كله. هناك نوافل ضحوية. النبي ذكر أن من صلى الفجر وجلس يذكر الله في مصلى حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، ثم يقوم فيصلي ركعتين، كتب له كأنما أدى حجة وعمرة تامة أجرها. وفي صلاة الضحى، صلاة الضحى تقضي عنك 360 صدقة. النبي أخبر أنه ما يصبح مسلم إلا وقد وجب عليه في يومه الذي يصبح فيه أي يوم بذل 60 و300 صدقة. فالصحابة فقراء إلا القليل منهم، قالوا من يستطيع كل ذلك؟ قال إن في كل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإزالة الأذى عن الطريق صدقة، وإرشادك الضال عن الطريق صدقة، ومساعدتك لمن يريد يحمل متاعه ولا يستطيع تحمله عليه صدقة. ثم قال في آخر ذلك ويجزئ من ذلك ركعتا الضحى. فإذا تعاهدت ركعتي الضحى في كل يوم تصليها في الضحى وليس قبل طلوع الشمس، في وسط الضحى يعني بعد مضي ساعة وأقل بقليل أو أكثر بكثير، تصلي الركعتين، تكون هاتان الركعتان جزاء الصدقات الواجبة عليك في هذا اليوم. فإذا استمريت عليه، استمريت فيه كل يوم، تقضي الواجبات الصدقات كلها. وأفضل ما يكون الصلاة الضحى حين ترمض الفصال، يعني حينما تشتد حرارة الشمس على الأرض فتكون الفصال أولاد الإبل على حديثة الولادة، وتكون خفافها طرية لينة، تتأثر تؤذيها حرارة الأرض. ذلك الوقت يقول النبي هو وقت صلاة الأوابين، صلاة الضحى، حسب ما يتيسر لك أيها المسلم. ثم إذا دخلت المسجد لا تجلس حتى تصلي ركعتين في أي وقت كان، لكن إذا كان ذلك الوقت وقت قيام قائم الظهيرة فهي دقائق، بإمكانك تلبث قليل حتى تزول، أو إذا كان عندما تكون الشمس تضيفت للغروب
تنتظر حتى تغرب، لأن هذا الوقت الأول تسعر في نار جهنم، والثاني وقت سجود عباد الشمس لها عند غروبها، فاحرص ألا تشبههم بشيء. ثم هناك صلاة الليل، احرص عليها بقدر المستطاع. وفي أيامنا هذه أنصح كل مصلي أن يصلي مع الناس في المسجد جميع الصلوات التي يؤدونها في التراويح، والقول بأنه لا يصح لهم أن يزيدوا عن 11 ركعة قول لا يصح عن الله ولا عن رسوله، فإنه ثبت أنه صلى 13 ركعة في الصحيحين من حديث عائشة وأم سلمة وعبد الله بن عباس، فهذه أكثر من 11 ركعة. هذه من جانب. من جانب آخر ثبت أن أهل المدينة يصلون في عهد عمر 37 ركعة، أو مكة كذلك أحدهما أو 27، فكلهم أكثر من 23 أو 23. فهذه أشياء لا يقلص. ولما سئل الإمام أحمد عن تكثار قال إنما هي نافلة، يعني للعبد أن يتنفل بما شاء ما دام لم يأتي نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي قال لا يجوز وما زاد عن 11 بدعة هو مجتهد رحمة الله عليه، ولكنه ليس يعلم الدنيا كلها. والذين اجتهدوا، مالك بن أنس يذكر في عهده في قبل تمام 200 نس الهجرة وهو من أهل المدينة أن الناس يصلون كذا وكذا أكثر من 30 ركعة، فهل هؤلاء كانوا جاهلين؟ ثم يأتي أحد في القرن 14 ويدعي ما يدعي. إنما ندعو الله أن يغفر لمن قال ذلك ويعفو عنه، لكن ديننا ليس بيد أحد، وإنما مرجعه قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فاحرص أيها المسلم ثم اجتهد ليكن لك ورد من الليل تتهجد، أقله ركعة بعد الراتبة وأكثره لا حدود له. يدل على ذلك قول النبي وهو في الصحيحين، وهو في الصحيح صلاة الليل مثنى مثنى، يعني تسلم من كل ركعتين، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما مضى. وقوله مثنى مثنى يفهم منها لغة أنه لا ينتهي عند 11 ولا 15، على حسب ما يتيسر له، فاجتهد في ذلك. وأنصح كل واحد أن يكون له دائما صلاة وتر، أقل شيء من الأقل 3، وخير منها 5، وخير منها 7، وخير منها 9، وخير منها 11 أو 13 إذا أكثرت من القراءة. وإن اجتزأت بأقل من ذلك فلا حرج. هذا مجمل ما يتعلق بالصلاة. بقي أن تكون دائما تفكر في هذه العبادة، أن من حفظها وحافظ عليها صارت له برهان حجة، يدخل الجنة لا محالة إذا لم يكن مشركا. أما من يشرك ويقول عند القبر يا فلان يا المنير العجلاني يا فلان يا فلان يا عبد القادر الجيلاني يا فلان يا غيره، الذي يقول عند القبر هكذا لا ينفع شيء إلا أن يتوب قبل أن يموت. أما من قال يا حسين وأمثال ذلك، فلو خرج الحسين لكفرهم رضي الله عنه وعن أبيه. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يصلح حالنا جميعا، وأن يعاملنا بعفوه، وأن يجنبنا آثار سخطه والنكسة كما أسأله بأسمائه وصفاته، أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين والمنافقين، وأن يحمي حوزة الدين، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز دينك وأعلي كلمتك وانصر أولياءك واخذل أعداءك. اللهم يا حي قم أرنا في المجرمين الظالمين المعتدين في الشام وفي غير الشام عجائب قدرتك. اللهم صب عليهم من العذاب أنواع مختلفة، وأري كل من يناصرهم من رافضة أو غيرهم، أرنا فيهم عجائب قدرتك، وأرنا في الدول الظالمة المعتدية الساعية في تدمير الشام أو غيره، أرنا فيهم عجائب قدرتك. ف
فإنك الذي تقدر على كل شيء، فارحمنا برحمتك واهدنا جميعا سواء السبيل، ووفقنا للاستمرار بالإكثار من الاستغفار والتوبة النصوح، ويسر لنا حسن ضبطنا لشهرنا هذا وعقد العزيمة على أن لا نتوانى بعده. يا حي يا قيوم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وما آتيتنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا، واغفر لنا ولذرياتنا ولأمواتنا وأحيائنا، وتب علينا يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ولأمواتنا جميعا، واجعل معنا بين في بين واجمع بيننا وبينهم في جنات النعيم يا رب العالمين. لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم عاجل بالفرج الشام والعراق وكل البلدان التي أصيبت ما أصيبت فيه من هذه النكبات، واليمن الذين أراد الصفويون أن يمحوا أثرها حتى تكون صفوية كإيران. اللهم امنحهم الثبات على الحق، وانصرهم وانصرهم وانصر من ينصرهم، واخذل من يمدهم بالضلال والعدوان من إيران وغيره، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.